عايزين نوضح، بسم الله الرحمن الرحيم. الاول قلنا عايزين نوضح زمانين والفرق بينهم. احنا شرحنا شباب has or have plus past participle، ده اللي هو سميناه المضارع التام. خدنا من has و have و past participle، خدنا has gone، يعني has او have gone، و has او have been، يعني في has gone او have gone، وفي has been او have ايه gone. ايه الفروقات ما بينهم؟ قلنا ان has gone ده ذهب ولم يعد. طيب have been او has been ذهب ورجع وعاد، يعني يبقى انا لو جيت في examples قلت لك كده he is still in London، هو الولد من القاهرة، فأنا بقول he is still in London، لا زال في لندن، يبقى معاها المفروض هستخدم has been ولا has gone؟ في الحالة ديت has ايه؟ gone. يبقى هو راح مكان he has ايه؟ gone. إنما لما أقول لك he came back، he came back أو he returned، يبقى he has ايه المفروض؟ he has been. انا واقف بكلمك عايز اقول لك انت رحت فين، هقول لك where have you gone، هو انت رحت فين وما جيتش، ولا رحت فين يا ابني وجيت، have you been. تمام كده؟ طيب ده بالنسبه ل has been و has ايه gone. يبقى has gone راح يا هند وما رجعش، خلاص has been راح وايه رجع. طيب انما لو جه وراح جاي قايل لي كده I not in Cairo in 2008. I was in Cairo in 2008. ويجيب لي اختيارات، هل يا ترى I have been، ولا يقول لي I have gone، ولا يقول لي I was. في الحالة دي أختار مين؟ أركز بقى، هل هو معنى الكلام راح ورجع؟ لا، ولا معنى الكلام راح بس أو رجع بس؟ ماشي، في ممتحن. ماشي، يبقى هقولها إزاي يا شباب؟ في الحالة دي هو بيقول لي in 2008، يعني ايه in 2008؟ في عام 2008 فقط، يبقى الحدث ده ايه انتهى، ماضي وايه وانتهى. يبقى في الحالة دي انت مش كنت بتسمع؟ طب ما جيتش ليه على طول؟ يبقى I ايه I was. في الحالة دي يا شباب هقول I was، أنا كنت في القاهرة in 2008. إنما لو لقيته بيقول لي since، لو لقيته بيقول لي since، منذ في الحالة ديت يا جماعة هقول له كده I have، على إنما أنا ما أنا عارف أنتوا ما أعرفش، فكر معايا يا ابني. I have been in، بص الجمل دي كده، I have been in London for 2 years، وجملة تانية بيقول لي I have been in London since 2000 مثلا 21، وجملة ثالثة بيقول لي I have been to London، وما قالش حاجة. واللي بعدها I have
gun. I have gone to London. ما قالش حاجة برضو أحسن. ماشي خفيف. بص الجمل ديت كده. I have been in London. I have been in إيه؟ لندن. معناها إيه يا أستاذة I have been in London؟ أنا قاعد في لندن ها بقالي قد ايه؟ سنتين. I have been to ايه؟ I have been in. I have been in London for 2 years. يبقى معناها انا قاعد في لندن بقالي. دي have been in يا جماعه. Have been in. Have been in. طيب I have been in London since برضو زيها زي فور يعني بس منذ 2021 قايل لي السنه. طيب I have been to London معناها ايه؟ I have been to London انا رحت لندن وايه؟ ورجعت. I have been to London معناها رحت ورجعت. انما I have been in London معناها ايه؟ انا عايش في لندن، قاعد في لندن بقالي فتره. طيب I have gone to London معناها ايه؟ رحت وما رجعتش لسه. شايف ايه اللي ايه اللي يعني مكعبل الدنيا؟ حرف الايه يا جماعه؟ حرف الجر ده preposition ده. لما اقول I have been in London يعني انا عايش فيه. انما I have been to London I have been to London معناها رحت وايه؟ ورجعت. I have gone to London معناها ايه؟ انا رحت وما رجعتش. صعب الكلام ده؟ زمن النهارده جديد بس بسيط. يعني زمن بص يا حبيبي مش احنا بدأنا الحصه الساعه 7 صح؟ طب يعني احنا بقالنا ايه؟ مثلا يعني تلت ساعه نص ساعه بتسمعه او نص ساعه المستر بيشرح او نص ساعه بنحل الهوم وورك. ماشي يعني حدث ابتدى في الماضي ولا زال موجود دلوقتي. طب هل احنا بطلنا شرح؟ بطلت حل واجب؟ لسه في الموضوع بنكمله. يظهر زمن جديد في الحاله دي للتعبير عن الحاله دي هاز او هاف ومعاه بن ومعاه فيرب ايه؟ اي ان جي. تاني يعني مامتك واقفه في المطبخ زهقانه. ليه؟ مطبخ حر اكل سخن تمام ولسه بقالها ساعه يا عيني قاعده بتطبخ والاكل لسه ايه؟ ما خلصش. هل يا ترى نقول مام ميد لانش؟ هل ماما كده جهزت وخلص؟ لا. طب هل يا ترى نقوله مام از ميكينج؟ صح از ميكينج. بس انا عايز اقول لك إن ماما بقالها ساعة بتعمل الطبيخ، بتعمل أكل. بص معايا نقوله إيه؟ هنقول كده مام هاز بين كوكينج. مام هاز بين كوكينج وهقول المدة الزمنية فور ان اور. For an hour يعني لمدة إيه؟ ساعة. For an hour ديت معناها لمدة ساعة، إنما أنت لو خدت لماما صورة كده وهي في المطبخ وقلت لك هي بتعمل إيه ديت؟ يبقى هتقول لي كده She is cooking. يبقى الفرق ما بين الزمانين دول يا جماعة؟ الـ present continuous ده أنا باخد لقطة. اللقطة بتاعت الوقت اللي أنا فيه. She is cooking. واحدة بتتكلم فصورتها خدت اللقطة يبقى she is ايه؟ talking تمام؟ واحد بيجري بقول لك بص في اللحظة دي صور كده يبقى he is ايه؟ running تمام؟ دخلت على اخويا يبقى he is ايه؟ sleeping. دي اللحظة تصوير اللحظة اللي أنا فيها تصويرها اللحظة اللي أنا فيها بس.
طيب انما انا عايز تصوير اللحظه اللي انا فيها زائد المده اللي في الماضي على بعض الاثنين، هو الزمن ده. هاز وهاف وبن وفيرب ايه؟ اي ان جي. اوعى تقعد في مكان تمام قاعد تهز دماغك بس وخلاص وعامل فاهم وسايب نفسك. اللي بيعمل كده لا مؤاخذة حد يعني حاجة كده في ربنا خالقها، يعني ما نتمناش نكون احنا. تاني البريزنت كونتينيوس، البريزنت كونتينيوس ده تصوير للحظة اللي انا فيها، صورت الناس مرة واحدة كده، الكوكب كله مرة واحدة. فعبر بقى عن اللي بيعملوه دلوقتي. واحد ماشي يبقى امان از ووكينج، واحد بيجري علي از رانينج، تمام. واحد سايق عربيه يبقى احمد از درايفنج اي كار. دول نايمين يبقى they are ايه سليبنج. طب احنا بناكل يبقى we are ايه ايتنج. ده تصوير للزمن اللحظي فلاش. يبقى لو انت واقفه بتصوري حد تمام، فحد خبط ايه انت بتعملي ايه؟ I am taking a photograph او a photo، انا بلتقط ايه؟ صوره. طب يا بنتي انت لسه دلوقتي بس بتاخدي الصوره ولا بقالك فتره؟ ده انا بصور بقالي نص ساعه. هل يا ترى اقول I am taking a photo؟ قال لك لا بقى، جمع الزمانين مع بعض بقى. قال لك I N G اهي اهي فيرب I N G اهو. طيب وقبلها حط هاز وهاف وبن وفيرب اي ان جي. يبقى قاعد باكل بقالي نص ساعه، ماما تزعق لي تقول لي يلا يو هاف بين ايتينج فور ان اور، انت بتضيع وقتك كده. انما لو بابا سالها هو الولد بيعمل ايه؟ الولد بياكل يا حاج والله، يبقى هي از ايه؟ ايتينج. انما هي بتقول لك يا ولد انت بقالك ساعه بتاكل قوم بقى اخلص، هتقول لك ايه؟ You have been eating for، شايف المدة؟ for an hour، اللي هو من دلوقتي ارجع ساعة كمان قاعد بتاكل. مثال تاني، لقيتك جاي عليك ايه؟ معلش يا مستر والله معلش. رايح ايه يا ابني؟ خير خير على مهلك، في ايه؟ هل يا ترى تقول لي I am running؟ هو انت بتجري دلوقتي؟ ما تقوليش I am running، تقول لي يا مستر اصل انا بجري طول الطريق. فهتقول لي I ran ولا I have been running لغاية ما وصلت لك؟ I have been ايه running مش I am running. انما لو حد كان اطرق هيقول لي الحلال ده بيجري ليه؟ He is ايه؟ He is running. انا وانا شايف اقول He is running، انما قلت المدة الزمنية بقاله ساعة بيجري اقولها ايه؟ He has been running. اتفهمت؟ طب فهمت. مستر، ما ممكن نقول he was running. ما هو he was running ده حدث وانتهى في الماضي، انما انا لسه مكمل في الطبيخ، لسه مكمل في الشرح. ما تصحوا الولد ده، الولد ده نايم بقاله ساعتين، ما هو لسه نايم. انما انا اقول لك ايه؟ I was running at 5 o'clock، انا كنت بجري الساعه 5. طب انا دلوقتي بجري قدامك، يبقى اللي بيتكلم عن اللحظه الحاليه وما سبقها تمام، ده البريزنت بيرفكت كونتينيوس. انما اللي بيتكلم على اللحظه بس اللي انا عايشها، الصوره اللي انا باخدها، يبقى ساعتها ايه؟ بريزنت ايه؟ كونتينيوس. ماشي كده؟ طب اميز يا مستر هو بريزنت يعني اميز الصوره من اللي بيتعمل ازاي؟ شايف الجمله يا حبيبي او الاكسبريشن ده فور ان اور لمده ساعه، هو البريزنت كونتينيوس لمدة ساعة ولا ناو؟ ها؟ ناو ده البريزنت كونتينيوس. انما از وهاف بين واي ان جي هتلاقي معناها معاها فور ان اور، فور تو دايز، لمدة يومين، وهكذا. صعبة؟ التمييز، ما هو التمييز المدة الزمنية
على حسب الكلمة، الكلمة بتعبر عن إيه؟ اللحظة اللي أنت فيها ولا ما سبق؟ اللحظة اللي أنت فيها يعني ناو. طيب إيه كمان؟ at present. at present يعني في الوقت الحاضر، ماليش دعوة باللي عدى. أقول لك كده these days، these days هذه الأيام، ماليش دعوة بما قبلها. تمام؟ بحدد لك لحظات إحنا فيها. ماشي؟ today مثلا النهارده، يبقى we are وverb ing. إنما لو قال لي إيه؟ all morning. يعني إيه all morning؟ طوال الإيه؟ الصباح. يبقى طوال الصباح، إحنا لسه في الصباح بس، يعني واحسبي اللي عدى منه كمان مع بعض، يبقى have been running. الولد ده شاطر. he is running all morning ولا he has been running all morning؟ has been ايه؟ running all morning all day. has been running all day، بيجري طوال اليوم. ماشي يا شباب؟ صعبة ديت؟ كان بيج كام بقى؟ بدايته ايه؟ بدايته يعني من اول الصفحة 76 77. choose. طيب ملاحظة ايه يا نغمة؟ مالها؟ في شوية اللي هم انهي؟ الريرايت؟ يا طيب تعالى نحله من اول 12. بصوا يا شباب، هو هنا في الاكسرسايز ده كله هتلاقيه بيختبر ذكائك. يعني ايه ذكائك؟ يعني مثلا يحط لك كلمة every day. every day ديت بتعبر عن كل الايه؟ كل يوم. يبقى ده حدث متكرر، يبقى ده present simple. هتلاقيه بيقول لك now، يبقى ده present continuous الآن. هتلاقيه بيقول لك since before، يبقى ده منذ كذا، يبقى ده present perfect. فواحدة واحدة كده. عمر، ما هو حليناه ولا لأ؟ طيب ما بنكمله بقى أهو. حليناه ولا فاضي مكانه؟ فاضي، يبقى نحله، ان احنا ما بنسيبش حاجه. عمر is repairing his motorbike. عمر بيصلح الموتور بايك. So we can't go to the cinema on it. طيب وعمر بيصلح فمش قادرين نخرج. نشوفه بقى، شوفوا الناس هتقول ايه. عمر الطيب هتقول ايه يا عمر؟ عمر has repaired his motorbike. صح، هنغيرها من المضارع. ما هو طالما بيصلح لسه يبقى مش هنقدر نركب الدراجة ونمشي. انما طالما خلصها has repaired. has repaired بتعبر عن حاجة انتهت، حاجة لسه منتهية، يبقى صح. هنقوله ايه؟ عمر has repaired his motorbike. عمر has repaired his motorbike so we can go to the cinema. 12 صح؟ اتفضلي. They have taken an expedition to China for the last 5 years. هو عاوز كلمة every year. دي ايه؟ طب ما هتفضلي حليها قدامك اهي. حل
ماشي، بص قولي لي الجملة على بعضها، لما بنحل بنقول جملة على بعضها. every year ده حدث متكرر، هو عايز ينقل الزمن ده. الزمن ده جه عشان هو بيقول لي اخر 5 سنين، فيبقى ده بريزنت بيرفكت. فانا لما اشيل اخر 5 سنين واحط كلمه every ايه؟ every year، يبقى بروح للبريزنت سامبل. البريزنت سامبل يقول لي اعمل ايه؟ اكتب الفاعل وهات الفعل الاساسي اللي هو تيكن ده، هات المصدر منه تيك. يبقى بس كده، زي تيك ان اكسبيديشن تو تشاينا افري يير، بس زي تيك ان اكسبيديشن. زي لما اقول لك كده اي ام كليننج ماي روم ناو، انا بنظف الاوضه دلوقتي. طب قول لي كده افري داي، هتقول لي اي كلين ماي روم افري داي. قول لي انا لسه منظف الاوضه، اي هاف كليند ماي روم. قول لي انا نظفت الاوضه امبارح، اي كليند ماي روم. قول لي امبارح الساعه 5 كنت بنظف الاوضه، اي ووز كليننج ماي روم ات 5. هنظف الاوضه اصلا لسه، اي ويل كلين ماي روم. كل كلمه بتوديني لزمن محدد. ايرين، اي هافنت سين ام سينس 2015. فور ايه؟ طب ما هي هي، يعني لو انا شلت سنس، ماشي هي قالت اول جزء صح، هسيبه زي ما هو، وبدل سنس جابت فور، بس راحت جايه كاتبه لي 2015 زي ما هو. هو انا ينفع اي تاخد از؟ طب انا عندي برضو سنس بتاخد تاريخ، هل فور بتاخد تاريخ؟ ما قلناهاش كده، قلنا بتاخد مده ايه؟ مدة زمنية. المدة الزمنية من 15 للنهاردة، يبقى 4 ايه؟ 8 years. ده كده الحل، يبقى 4 8 years. بعد كده I have never seen such a clever boy ever. رقيه، he is the most، اسلوب كده، ده افضل شخص، يبقى he is the، بس دي cleverest مش most clever، دي صفة قصيرة. تمام، he is the cleverest boy، هو اشطر ولد I have ever seen. انا عايز يا شباب اقول ده أسرع حيوان شفته، هقول كده This is the fastest animal I have ever seen. عايز أقول ده أبطأ حيوان شفته، يبقى It is the slowest، the slowest animal I have ever seen. عايز اقول دي اجمل بنت شفتها، يبقى she is the most beautiful girl I have ever seen. كلام يبقى كده. الله ينور. هنا هتبقى ايه؟ بس كده، he is always late، he is always late، بس ولا عايز arrive ولا ما arrives. يبقى هقول كده he، ماليش دعوه بقى بالوصول خلاص، انا عايز اقول الولد هو ده متاخر دايما، يبقى he is always late.
أشرف goes to some new places in the summer. قايل لي for the last few years أو five years of. يبقى أشرف إيه؟ أشرف has been to some new places. يا سلام بنت ناريمان دي ما شاء الله، هي والبنت رقي. some new places for the last five years. بعد كده مريم we are reading. بص يا مريم نقل الكلام، كانت هنا at the moment، اربط الكلام بقى بالزمن. فجبنا our reading، دلوقتي هو عطيني مين؟ often. يبقى انا هقول ايه؟ لا ما قرقرش بقى خلاص، اوفن ما قرقرش، مفيش ار خلاص، هي كانت ار واي ان جي علشان ات ذا مومنت اللي هي معناها دلوقتي. دلوقتي هو جايب لي اوفن، يبقى انا اكتب الاول كده وي ومعاها كلمه اوفن، احنا عارفين مكانها بعد الفاعل وي اوفن. اروح للبريزنت سمبل، البريزنت سمبل بيقول لي بيقول لي مصدر، المصدر من مين؟ من read. يبقى we often read a book about football. مريم يا سلام، وانا لما اقول لك ايه يا ده عدى وقت طويل قوي من يوم ما اكلت كيكه مثلا، يبقى انا بقول كاني بقول ايه بطريقه تانية، ما اكلتش الكيكه بقالي ياما، صح؟ ما اكلتش يبقى انا عندي جمله منفيه، انا ما شربتش يبقى جمله منفيه، تمام؟ طب اقولها ازاي؟ I am not، لا I haven't، تمام؟ انا لم ارى، لم اقابل، عشان يبقى في present perfect. يبقى اقولها كده I، هاخد الجملة دي واقول I haven't met هير. ايه بقى؟ هو عايز فور. ايوه فور ا لونج تايم، فور ا لونج تايم لمدة طويل من اي ام ري قلناها دي ان ذا سكول هوليداي ذس يير. سامي هاز ورك، دي متكررة صح؟ بدل اي وي فور. Sammy has worked at a travel agent in Aswan. I was in the school holiday this year. Sammy in، Sammy in، فين يا بنتي؟ فين يا بنتي الفاعل؟ أنا عايز أقول Sammy is. Sammy is a king. سامي is working، لأن هو يقول لي الأجازة دي، يبقى سامي is working. is working in the school holiday this year at a travel agent in a أسوان. دي كده أخدها آخر الجملة. أو he is working at a travel agency in Aswan
in the school holiday this year. يعني يا تجيب دي الاول ودي الثانيه، يا دي الثانيه يعني كده، بدل براحتك، بدل براحتك مش هتفهم. المهم تغيير الزمن، انا عايز تغيير الزمن يبقى صح. Occasionally I visit some friends in the town sometimes. هو جايبها لك كابيتال؟ اه الف سلام، شك الدبوس جايبها سمول. شيل اوكيجنالي وابتدي جملتك عادي. اي ايه بقى؟ sometimes يلا، اي sometimes بس كده خلاص خلصت. visit some friends and كمل بس خلاص. I sometimes visit زي I often go. Yet he doesn't travel a lot. He never ايه برضو اهو. يد ده من الناس الممتاز الممتازين، بس يجي he never، يجي جاي قايل لي ايه بقى travel، يغلط غلطة كيجي فينقص او ترافلز قصدي. ايوه ترافلز، يبقى he never travels. When did you start working in the factory? How long? احمد خيرت. How long؟ لا 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 لا. How long بتسأل، انا عايز اسأل بقالك قد ايه في المصنع ده، يبقى هاو لونج. بص يا حبيبي ليها طريقتين، انا ممكن اقول لك هاو لونج اجو، ممكن اقول لك ايه هاو لونج اجو واقول لك كده did you work، مفيش ستارت بقى خلاص. How long ago did you work in the factory? How long ago did you work in the factory? How long have you been working؟ امال في الدراسه هتعملوا ايه لما يبقى في مدرسه الصبح؟ ده احنا لسه بنصحى براحتنا وبننام براحتنا لسه. طب ما انا في الدراسة. انت بدأت دراسه؟ ايوه خلاص الحمد لله. طب الحمد لله. تبدأوا 9؟ لا بدين خلاص من يوم الثلاث اللي فات. أواخر 8 يعني بتبتدي. ألف مبروك. والملازم وصلت. بتقولي إيه؟ لا 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 مش هاف ستارت. ماشي، أصل هو لسه شغال فما أقولش هاف ستارتد. أنا هشتغل على الفيرب الأصلي، ماليش دعوة بستارت. يبدأ ايه؟ انا ما فهمتش برضو اللي يبدأ، اللي بدأ ده بدأ ايه؟ مروان؟ لا ده يوسف. محمد؟ ما قلتش خيرتك؟ You didn't say خيرتك؟ ما انا وانت واحد حبيب قلبي. ولا خيرتك؟ I preparing. I am preferring. خدها خير، عدي يا ابني، ده مفكر هيتكرم، ده انت هتتخرم. يعني اقف جنبك، مش ضربك والله، مش ضرب، انا اشرح عليك غير إهانة بس. ولا ايه؟ عيب، انا ما بهنش طالب عندي. كرامة الطالب عندي من كرامتي.
سيدي الفلكة يا بنتي. جماعة الخير، الفعل اللي تلاقيك عن طريق الحواس بتاعتك، الحواس، تمام؟ حواس يعني ايه؟ بص بقى خلاص، يعني مثلا I feel, I see, I hear، ما تقوليش I am seeing، ما تقوليش I am hearing، يبقى الأفعال بتاعت الحواس بتاعتك كلها present simple. شايف القلب الطيب ده؟ ها؟ كل الأفعال اللي بقلبك الطيب ده واختياراتي مجننة ايه؟ مدمرة ايه؟ حياتي. تلاقي بقى want، تلاقي need، تلاقي prefer، تلاقي hate، كل ده ما ينفعش معاهم اي ان جي. لا مؤاخذه علبه الزلابيه اللي فوق دي اللي فيها المخ ده، لا في المخ ايه؟ ده هنا، مش على البورد. الاعتقادات، الاراء، كل فعل بيعبر عن اعتقاد او ادراك او فهم، فهم مش تفكير، فهم، في فهم وفي راي. الراي ده خلاص انت مثبته عندك، انما التفكير متجدد، فيبقى think بمعنى يعتقد تيجي present simple، انما think بمعنى يفكر ممكن تيجي continuous مستمر. يبقى لو انت بتفكر دلوقتي تقول لي I am thinking، انما رأيك تقول لي I ايه؟ I think. وبريف يا ابني بطل بص معايا، وبريفير يفضل، وونت يريد، كل دول دايما ما ينفعش اجيب معاهم اي ان جي. اظن بعد الطلعه دي ما ينفعش تطلع تاني في حاجه فيهم. اتفضل كاتش، يلا. يبقى اي ايه؟ اخلص اي ايه بقى بريفير، فما يجيش فيهم اي ان جي. وما فيش حاجه اسمها انا لسه مفضل. يعني ايه لسه مفضل؟ يعني مفيش حاجه اسمها I will prefer، ده لسه بقى يعني الله اعلم تفضل ولا ما تفضلش، مش اسمها كده، يا فضلت يا اما بتفضل دلوقتي، اللي جاي بقى الله اعلم. كمل يا خيرت. That bike A to me belongs to me. belongs يعني ايه؟ تخص، تخص يبقى ملكية، belongs. مروان، ال present continuous ده اللي هو am أو is أو ايه أو are وverb ايه ing. مثلا تيجي تغيظني كده وتقول لي احنا النهارده هناكل بيتزا، يبقى انت مرتب في البيت معاهم ان انتوا هتاكلوا ايه؟ بيتزا. فتقولها لي ازاي ديت؟ we will eat، لا I am going to eat، برضو لا. امال تقول لي ايه؟ we are eating. مش فاهم، بكلمك مشغول ما بتردش، فتقول لي معلش والله اصل I am ايه مثلا؟ تعالى يا ابني بالليل ننزله، تقول لي اسف والله I am busy، او تقولها لي sorry I am playing a football match. يا ابني انا وانا قصدي دلوقتي، ما اقول لك ما هو دلوقتي او حاجه انت مرتب لها تستخدم present continuous. يعني انت مسافر بكره بس جايب تذكرتك وعارف ميعاد قطرك، هل تقول لي I will travel؟ لا لا لا، تقول لي I am ايه؟ I am traveling. صعبة يا شباب، صعبة صعبة، ما نشوف. يبقى my friend Laura ايه؟ is ايه؟ is، لا دي lives. هو ده ترتيبات، انا اعرف القططيه انما ما اعرفش الحموريه. ليفز عايشه، عايشه فعل مستدام، خلاص ليفز. يو ار اولويز اي فوتو، اتس انوينج، شيء مزعج. قول يا محمد تيكينج، صح اي ان جي تيكينج، انت دايما
بتلتقط الصور، لان كل شويه كل شويه صور، فاشتكي منك اقول لك يو ار ايه. هي دي عاده ولا حاجه مزعجاني؟ حاجه ايه؟ حاجه يا محمد مضايقاك مش مزعجاك؟ ماشي، يبقى دي هنقوله كده يو ار اولويز تيكينج فوتوز. كل ما تمشي في الشارع الاقي البنات ماسكه الموبايل جوز البطه وقفت الوزه، حاجه جميله والله العظيم. هي ايه ان اليجنت، مش عاجبك؟ عاجبك عاجبك ماشي. ولا حماد ايه؟ از درايفنج اني واحده يا ابني؟ افري داي از درايفنج يا ابني، لقد وهن العظمه مني يا ابني، يعني اسمه بيقولوا عليها ايه؟ ها؟ مش عارف ايه يا ابني؟ افري داي يا ابني، درايفز يا ابني. يا جدعان بقى قول يا محمد وات ايه يو دو في اللي قبلها، وي ايه اوت تو نايت، وي ايه ار جوينج اوت، احنا خارجين. امال ها وات ايه ار وات ار يو دو. انا عيالي هيتيتموا بقى، هيتيتموا بدري والله والله العظيم. وابني وات دو يو دو، ماذا تفعل؟ وات دو يو دو يا بنتي، ده مصدر، يبقى ايه دو او داز، فيو يبقى دو، وات دو يو دو. listen my phone ايه is raining، صح ringing، ringing ايه تليفوني بيشتي ringing. why تحكي ليه؟ why ايه؟ Why are you laughing? My brother, Hind. My brother is always aiming me when I'm on the phone. أني واحدة؟ فك الجملة. أنا my brother و is. هل إحنا في خدنا زمن؟ معاه از وفيرب معاه اس، ولا هي از وفيرب اي ان جي؟ از انتربتنج يا جماعه. قلنا لو انا متضايق من حاجه، انا متضايق من حاجه، يعني عايز اقول انتوا دايما بتعملوا نفس الاخطاء السخيفه، يبقى اقولها كده. هل يو انت ولا انت وهي يلا يو اولويز ميك سيري ميستيكس؟ لا، اشتكي، اتضايق، اتنرفز، اقول كده you are always making silly mistakes، you are always making silly mistakes. كملي يا هند. send I usually ايه send اهو ماشي 12 أستاذ إياد الحريري. ها؟ أنت ما جاوبتوش؟ طب عايزة إيه؟ سند I usually send. ماشي
our friend A to stay with us next month. Yeah. Is coming. Is Is coming. coming. هي دي ايه، نغمة السفاح؟ مش باين عليك اصلا. Is coming. طب عرفت منين ان هي is coming؟ ليه مش comes؟ صوت صفير البلبل. ليه يا ابني؟ صاحبي جاي يقعد عندي، اكيد عامل ترتيبات وانا عامل ترتيبات، لأن يبقى هم is خلاص coming. رتبوا جايين. My father's plane ايه at 5 p.m. next Saturday. يلا يا شهد. شاهد، أي مستر هيا شاهد. is leaving. ليه يا شاهد؟ يا مريم ركزي معايا، ليه يا شاهد؟ ليه؟ عشان ده مع الطيارة مترتب. حلو، مع الطيارة يعني دي حاجة ثابتة صح؟ يبقى بريزنت سامبل. الجداول والمواعيد present simple، يعني عايز تقول لي الماتش بيبدأ بينتهي present simple، فدي هنا my father's plane leaves. تمام. بعد كده the match is at 5 tomorrow evening. كملي يا شاهد. ايوه starts برضو بص، starts ستارتس برضه، يبقى بريزنت ايه؟ سامبل. بريزنت سامبل. ماي انكل، ماي انكل اي تو امريكا نيكست ويك. هي هاز بوكد ذا تيكت، هو حجز التذكره. هتبقى ايه شاهد؟ شاهد. طب بلاش شاهد، دمياطي. ها، my uncle is flying. is flying. تمام، is flying. بعد كده كملي يا دمياط. Yes. Do. Does he go؟ يعني هو المفروض يبقى do، دي هخليها go. At night مش tonight. لما يقول لي at night يبقى present simple، انما قال لي tonight is going. تاني يا جماعه، انا بخرج بالليل يبقى I go out at night، انما انا خارج النهارده بالليل I am going out at night ولا tonight؟ tonight. بعد كده my brother A to borrow my عمر أسامة. مع ايه؟ حضرتك يا مستر. شاطحين معلش. اطلعي كده. كده. كده خالص. اطلعي خالص. يلا قولوا.
هي مش عاجبها الصوت العالي. My brother wants to borrow my leather jacket now. هتبقى ايه؟ دورك. Once. Wants، صح. انما المتخلف اللي عاملها is wanting، افعال الشعور والتملك، ما تجيش present continuous. يبقى my brother wants. Wants. بعد كده كمل يا عمر يا أسام. She likes wearing dressed, but she wears. Now. لا Now. صح معلش. Is wearing. Sorry. Is wearing. غلط برضه. صح صح خلاص في is ايه؟ wearing. 19. ايوه الحمد لله. أستاذة هاجر خضر. حضرتك يا مستر، We ate this sentence. Can you explain it? don't understand. We don't understand. فهم يبقى understand. Don't. She often ate out with her brother at the weekend. She often goes. They like. او علاقي تخلف او تخلفاية. تمام. وكاتب لي is liking. كاتب لي are needing. عاملة is liking. اقسم بالله ما اعرف بس هي لايقة عليك. ماشي. ما لك صح. لك صح. انت رفرف. زي لايك. عاملة لايكس. ماشي. يو اي ا كولد درينك ناو. يبقى يو اي ها منا ناو. ناو يا ماو. ها ايوه غلط طبعا. تخلفه تانية اهي. مجمع لما وفق. يو نيد. قلنا افعال الشعور والرغبه والتملك. تريد يرغب. ما اقولش اي ان جي. يو نيد يا شيخ بذمتك وديني. عمرك قريتيها نيدنج. طب تحليها كده ليه؟ عمرك قريتيها وانتج يا تخلفه انت؟ امال كاتباها كده ليه؟ هتكملوا يا ابني دول؟ مكملينه؟ مستر انتوا رسول كان حصه عندي زياده سؤال. على فكره. الجروب ده عايز حصه زياده عشان نكمل الاكسرسايز ده عشان تمشوا مع التانيين بكره الساعه 1. مستر اونلاين. رسول كان عندي سؤال. عندي درس يا مستر. اكتب الميعاد على الجروب يا جماعه. اكتب الميعاد على الجروب. ماشي ماشي يا مستر، اتفضل. بس ممكن عندي سؤال.